تحت عنوان تلوث نهر الليطان وبحيرة القرعون وهما خطيرهما البيئية، عقد نواب البقاعين الأوسط والغربي واتحادات البلديات البقاعية والمجتمع المدني اجتماعا موسعا في شتورة تم التباحث خلاله بتلوث مياه النهر والبحيرة، وتوصلوا إلى رسم خطة تقضي بمتابعة وملاحقة الموضوع. لغاية هلا حقيقة ما في شيء عملي من السلطة التنفيذية اللي هي مجلس وزراء بخصوص التلوث. اجينا جواب من وزارة الطاقة وجواب من رئاس مجلس وزراء، وحقيقة الجوابين ما كانوا يعني بالقدر اللي ممكن نبتدي تحركنا. معالي وزير البيئة جاي ب 11 شهر على منطقة البقاع ليزور بعض المصانع، ولم تلحظ زيارته حسب البرنامج زيارة نهر الليطاني. وفي الختام أصدر المجتمعون بيانا موجها إلى رؤساء الثلاثة والمعنيين طلبوا فيه الإسراع بالعمل الجدي لمعالجة الليطاني من كارثة التلوث.